من الأخطاء التي تقع مع الناس الآن، نحن جينا شلنا الميت. الميت هذا لما نشله معنا ملائكة. من قال لنا مع ملائكة؟ رسول الله قال هذا الكلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آخر عمره ثقل الرسول ثقل، ومات رجل أنصاري فقربوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم دابة يركب فيها، فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يركب، وتكلفوا شأن علينا وصل المقبرة. ولما دفنوا الميت وأراد الرجوع ردوا للدابة مرة ثانية ركب، فركب الرسول. سألوا الصحابة عن إيش ما ركبت أول بعد ركبت، ثم لازم تتبعوا لسنت ترى ما تمانع إحنا يوم نشوف عالم يسوي شيء نقول برايا هذا لا مزاجك له، لا سألت العالم عن إيش ما شيء فلاني. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما كنا خارجين وشالين الميت عندنا ملائكة فاستحييت أن أكون راكبا وهم يمشون على أقدامه. شوف كيف اليوم بعض الناس ماش احترام حملائكة ولا احترام حالحاجة. نحن شالين ميت هواتف تصيح، وماشي معكم هواتف انتو تصيح الرنات، ونحن شالين ميت. يا أخي العزيز انت يوم احترام حال ملائكة، احترام حال أهل الميت. هلا مساكين حزينين ويبكيوا وانت هلو السلام عليكم، نحن توم مقبرة، نحن كان فلاني خلفت العمل، خلفت ما فيش، والعمال هذا خلصوا ما فيش، ولا كأن في السوق، كأن في كبرة سناو. إيش هذا الاحترام؟ أتمرح إن شاهدت معشا لهالك إليك أكف الحاملين تشيروا يا قليل العقل والمال. هل أبو شالين الميت أكفهم مشيرا عليك أنك بنشلك من رجالين هذا صحيح ما صحيح؟ أتمرح إن شاهدت معشا لهالك إليك أكف الحاملين تشيروا ستركب ذاك المركب الوعر ساعة إلى حيث سار الأولون تسيروا. أنت غير يعني يا أخي ذهب في العقول خلاص، يعني ماشي خش عبهو عقول ماتت قساوة. والقلب القاسي ليس قلب مؤمن، قلب كافر، قلب فاسق، قلب منافق صحيح ما صحيح؟ قست القلوب يا عباد الله، قست القلوب. نحن نستغرب كما نستغرب من عم هدل وكبر ويشوف الناس كيف الهواتف الصيحن الرنان ويتحدثوا ويضحكوا والسلام عليكم ماشي أخلص بهو. وصل مقبرة، لما نوصل مقبرة قبل أن توضع الجنازة في الأرض عاد نصهم الخلق جالسين. هذا غلط، خطأ، سنة مكره، سنة ما تجلس يعني أن توضع الجنازة في الأرض، بعدين تجلس بأدب وتذكر الله وتذكر أننا في هذا القصر وتوزاه بأننا بخمسين ألف ستين ألف، وأنا وسط محريمي مع أولادي، وهذه يعني كما تقول هذا الأثاث بسوا في البيت، وهذه الوظيفة الجميلة أنا هيشلون منك ويعقون هنا. فكر شوية في هذا الحفر الضيق يخليوني ماشي احترام. قال ماشي احترام، لا ماشي تفكير. أنا جلس أنا وهلا نضحك نتحدث، وهلا خمسة هنا جالسين نتحدث ضحكوا، وهلاك يتحدثوا، وهلاك يدفن الميت صحيح وما صحيح؟ كان ما عندكم بيجيكم، نحن واصل معنا، نحن عبر بمعنى بس عبر، ونحن لا نلام لأن منطقتنا تجارية ما ننوم، لكن بيجيكم هذا المرض، هذا مرض عام، هذا مرض خطير خطير. الله تعالى يرحم القلب الرحيم، ما القلب القاسي، القلب القاسي الله ما يرحمه ما صحيح؟ ما سيئت ما من الأخلاق. شوف سكوت الناس عن بعضهم بعض من مضرة كبيرة. جينا ندفن ميت، جالسين هلا يدفن الميت، حد واقف حد جالس يدفن الميت، ويسوي ضروري حد يوقف حد يجلس. جايوك الشباب هلا بتو طالعين ويصفوا على القبر يشرعبوا يشوفوا، والشياب جالسين وما واحد من الشياب بيقول كلمة الخير يا أولادي جلسوا أبدا، ما حيتكلم ما الظالم، أنا ما أولادي أنا ما بسوي مشاكل. يا أخي العزيز هذا أمر معروف النهي عن المنكر، قول يا أولاد جلسوا من السنة أن تجلسوا
وهذه سيرة اليهود يقفون عند دم الميت ما حيتكلم. صحيح ما صحيح؟ ما زين كذا، ما زين. يوم تشوف هذا الشباب وقفوا على الخبر وقام كذا يشرعبوا، ما عندهم يساعدوا، بس واقفين قولهم جلسوا، لأن هذا الأولاد من تقولهم تجلسوا بيقوم يسألوا عنه إيش يقول، لأن مخالف سنة الرسول. ما صحيح؟ كم أجرك أنت؟ لكن لو سكت بتصير عادة مع الناس، إيش أسلوب الناس بعدين؟ ما صحيح؟ فينبغي الإنسان يتنبه هاي القضية. كذلك من الأخطاء المشهورة معنا، أنا ما أعرفه معكم، ما قاعد حضرت ميت معكم أبدا، يوم جبنا الميت قال ما نصلي عليه، وضعنا بغي نصلي عليه، انقسموا الناس قسمين، حد يصلي عليه وحرق ناس تحت القدر في الظلة تحت السمر، مالكم ما تصليوا؟ قال احنا ما نعرف، احنا ما مطاوعة، يصلي عليه مطاوعة رقم واحد، والمطاوعة رقم ثلاثة ما يصلي عليه. ايش هذا انت وارقام حتى في الدين ارقام؟ ايش هذا الجهل يا اخي العزيز؟ ما هذا الجهل؟ الله تعالى يقول والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. ما حد يخلق عالم، ما صحيح؟ تعلم، تعلم. هو صلاه الميت، تو صلاه الميت اتعب ولا صلاه التراويح؟ هنا اكثر عجب، عرفت تصلي التراويح؟ انا ما اتعب اصلي على الميت. يسال اهل العلم واقدم تعلمين، يقول يا اخي كيف يصلي المطاوع على الميت؟ ابا اجر. لكن يقول له، يقول من تو غادي اسال، بيقول انت ما تعرف شيء، اضحك عليّ.